نبدأ بقى نكمل نحسب قيمة التورك في حالتين. هو هيبدأ يحسب لي حالتين، هيقول لي والله لو حطيت ابلايد دي سي في الفولت اللي انا هحطه، او لو حطيت اي سي، اللي هيحصل في الحالتين دول. طيب خلينا متفقين ان في الدي سي فمفيش البي، البي عندي بصفر صح كده، مفيش تفاضل في الدي سي. وفي حالة الاي سي فالبي هعوض عنها بجي اوميجا. كده في مشاكل؟ طيب المعادلتين اللي عندي اللي قلت هيفتقوا هنشتغل عليهم هي الزد هيساوي الار توتال كانت زائد التوتال بي ناقص ام سيتا دوت. المعادله الثانيه بتاعت التورك اللي هي بتساوي سالب ام اي سكوير. هبدا احسب قيمه الاي في حاله الدي سي وفي حاله الاي سي، وهبدا احسب عندها قيمه التورك برضه في حاله الدي سي وحاله الاي سي. طيب الاول هحسب قيمه الاي ازاي؟ هو مش احنا المفروض عندنا من القوانين احنا حافظين ان قيمه الفي هيساوي زد في اي، ومن الحاله ديت الاي هيساوي زد انفرس في الفي، تمام؟ طيب هو مش ده المنت وده المنت وده المنت، فهقدر اقول على طول ان الاي هيساوي هي الفي على الزد دايركت، تمام؟ مش هنحتاج انفرس عشان ديت مش معادلات، اسف ديت مش ماتكس، تمام؟ طيب يبقى انا هنا مضطر احسب قيمه زدين، زد للاي سي وزد للدي سي عشان اقدر احصل عندها قيمتين اللي هي الاي والفي. ده هيبقى جيفن، يعني ده هنسيبها في زي ما هي، تمام؟ طيب يبقى الزد نبدا بالدي سي مثلا، زد دي سي هيساوي هشيل البي واحط مكانها صفر، يبقى هيتبقى عندي اول توتال ناقص ام سيتا دوت. يبقى الاي في الحاله ديت هي في على ار توتال ناقص ام سيتا دوت. طب ما احسب التي بالمره عشان اخلص، يبقى سالب ام في، خد بالك القانون تربيع، قانون تربيع، يبقى في تربيع على ار تي ناقص ام سيتا دوت كل تربيع. خلصت من حاله الدي سي. طب حاله الاي سي عشان فيها شغل شويه، الزد في حاله الاي سي هيساوي هي ار توتال زائد جي اوميجا ال ناقص ام سيتا دوت، فانا هيظهر عندي جزء ايماجينال. طيب نراجع مع بعض قانون التي في حاله ان عندي جزء ايماجينال، وفي حاله ان انا بعمل ابلايد لاي سي، فبيقول لي خد بالك ده مش قانون عادي، بيقول لك انا باخد الجزء ريل بس، ما يهمنيش جزء ايماجينال في حاجه. لاي للاي كونجيجيت ترانسبوز جي اي، فانا محتاج الكونجيجيت. طيب في الحاله ديت لما اجي احسب قيمه الاي هلاقيها بتساوي الفي على ار تي، معلش هجيب الام سيتا دوت عشان يبقى الجزء مع بعضه ويل، زائد جي اوميجا ال. طيب ما تضرب لي في الكونجكت بتاعت المقام كله، هيبقى الاي هيساوي في في ار تي ناقص ام سيتا دوت، ده الجزء الايه؟ الريل، زائد عايز الكونجيجيت، لا يبقى ناقص، عايز الكونجيجيت ليه ده؟ هيبقى ناقص جي اوميجا ال على المقام، لما اضرب ده في الكونجيجيت بتاعه، لما اضرب ده في الكونجيجيت بتاعه هلاقي ان الاول تي ناقص ام سيتا دوت كل تربيع زائد اوميجا تربيع ال تربيع. طيب انا محتاج الايه؟ انا محتاج الايه؟ محتاج الكونجيجيت ليه ده كله، وهحتاج الريل بتاعه، تمام؟ فجاست ان انا هاخد الريل، فخلاص انا مش محتاج ان انا اصلا اجيب الكونجكت بتاعه، فهاخد الجزء ده، يبقى الريل بتاعه هيبقى هو الجزء ده. يبقى هوصل ان تي هيساوي الجزء الريل اللي هو هيبقى في في الاول تي ناقص ام سيتا دوت على اول تي ناقص ام سيتا دوت كل تربيع زائد اوميجا تربيع ال تربيع في السالب ام في الاي تاني اللي هياها في ار تي ناقص ام سيتا دوت على ار تي ناقص ام سيتا دوت كل تربيع زائد اوميجا تربيع ال تربيع. او من الاول كنا خدنا الترم ده كله كنا عملناه تربيع، عشان اصلا القانون عندي هو اي تربيع، تمام كده؟